السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم أسلحة الصيد. الإخوة، اليوم نقدم لكم جوج ديال البنادق، عمالقة ديال البنادق ديال الرماية اللي هما كريكوف. غادي نبداو بالأولى الإخوان، لا تشوفوا الشكل ديالها، وهي كريكوف K80. شكل آخر كما كتعرفوا، كما كتشوفوا معايا، بلاك خاص دائما ديال المانويل ريكاردو. تافو الرومات هنايا، قبل ما كياخذ البندقيه ضروري انه ياخذ المقاييس ديال اليد ديالو باش يعملوا له، ولا مقاييس ديال لا مورفولوجي ديالو باش يعملوا له لا كروس سور ميزور. اول حاجه اللي خصكم ديروا بالنسبه للبنادق للرمايه ان كروس، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، البندقيه ديال كريكوف غتشوفوا الديزاين ديالها، هذا اللي شراب هي بندقيه غوشي وكتحل على اليسار، غوشي غوشي كما كتعرفوا كريكوف كيديروا بنادق على اليمين وعلى اليسار، شيء عادي. الشركه المانيه معروفه، هما البنادق اللي هما تيصنعوهمش قبل، يعني ضروري تكوموندي البندقيه ديالك على حسب الديزاين ديالك والشكل ديالك، كتاخذ لك ما بين 8 شهور حتى العام، دي فوا حتى العامين، على حسب الطلبيه ديال الشخص اللي بغى البندقيه. بالنسبه للبندقيه الاخوان، ما هي عيار 20 كروس مانويل ريكاردو، الشخص دائما يدير عليها الاسم ديالو، بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا هاد المنطقة الاخوان هي في هذا النوع ديال البنادق ضروري كتطلبها بالكانو اللي بغيتي، بالطول ديال الكانو، شنو بغيتي في الكانو، الديزاين ديال لا باسكول كما كتشوفوا، بغيتي هكا ولا في الاسود ولا النقش، ولا غادي نوريكم في واحد البندقيه واحده اخرى اللي كتسننا في شكل اخر. بالنسبه للبندقيه فهي ديال الرمايه، تيدير بها الشخص الباركور دو شاس ولا الكومباك اللي معروفين هنا في النواحي ديال فرنسا. بالنسبه للحفره قليل اللي تيدير بها الحفره. البنادق شويه غاليين، هادو اللي نقدم لكم اليوم كيكونوا في الثمن ديالهم اغلى شويه، ماشي البنادق ديال 2000 ولا 3000، فما تيفوتوا 20 30 على حسب شنو كتطلب في الفندق. ما حدك كتطلب بلوس دي زوبسيون، ما حد الثمن كيطلع في البندقيه بحالهم بحال السيارات. خليكم تشوفوا هاد اللقطات على هاد البندقيه هادي، نحاول نصور لكم الديزاين باش نقرب لكم الصوره باش تشوفوا الشكل ديالها. وما شاء الله بندقية جد رائعة، جد رائعة، شي حاجة فريمون قوية بزاف هاد البندقيات، وكارونتي في الحقيقة، كارونتي من عند الشركة الألمانية. هنا ندوزو لهاد البندقية هادي كما كتشوفو، ما هي واحد الشخص رامي عندو باليد اليمنى عكس الأخرى فهي رامي كيضرب باليسرية. بالنسبه لاكروس كما كتشوفوا فهي مانويل ريكاردو، مازال ما كملاتش. كما كتعرفوا باش تاخذ لاكروس سور ميزور كناخذوها تقريبا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، تيدير بها ان كومبيتيسيون ولا جوج، كتعاود ترجع للبرتغال باش يديروا عليها لا فينيسيون ديال لاكروس. ما يمكنش ياخذ لاكروس بلا ما نعملوا عليها لا فينيسيون، وكناخذوا المقاييس الا كان فيها شي تغيير ولا شي ديفو ولا شي حاجه، كتعاود ترجع لمانويل ريكاردو باش كان تكونفيرما المقاييس ديال الشخص اللي كوموندا هاد البندقيه. بالنسبه لهاد البندقيه فهو النقش من الذهب 24 كارا. بالنسبه للشوك دايرين شوك ذهبي كما كتشوفوا، نفس النوع ديال البندقيه كريكوف K80 عيار 12. نحط لكم ان شاء الله الاسماء ديالها باش تقلبوا عليها في الانترنت باش تشوفوا الاسماء. هاد الديزاين اللي كتشوفوا فهو ديزاين مختلف، هذا على حسب الطلب ديال الكليان. كما قلت لكم الكليان تيبغي يطلب هاد الديزاين ولا هاد النقش، ولا كتاخذ واحد المده معينه باش انها تخرج هاد البندقيه بهذا الشكل. حنا مابقيناش كنمشيو عند لارميريي كتشري البندقيه واجده وكتمشي كتضر بها. فهنا الرامي اللي عنده لي مويان كياخذ البندقيه على حسب الجماليه اللي بغا هو، ولا النقش اللي بغاه هو، يعني كيكون الكتالوج اللي فيه جميع الصور اللي جميع لي ريفيرونس ديال البنادق، وبالنسبه للبندقيه على حسب الديزاين اللي حب الرامي. ولهذا اخوان كما كتشوفوا لاكروس ان شاء الله ملي تكمل غادي نعاود نصورها لكم، غتكون من فيرنيا بحال البندقيه اللي صورت لكم قبل ديال كريكوف.
لا باسكول ما داروا ليها والو حتى كتوصل لا كروس مع لا باسكول. لا باسكول ما فيهاش شي تغيير بزاف، ولكن بالنسبه لا كروس ضروري الاخوان تكون على حسب مسافه الرمي. منقله جد رائعه في الحقيقه، ملي تكمل لا كروس غادي تولي عاوتاني عالم اخر. شفت هذه المنقله كنت غنقدم عليكم اليوم، نشارك معكم هاد التجربه ديال هاد البنادق اللي ولاو تيحطوا عليهم نقش من ذهب، ولا كروس كتكون في الكريه كتولي في هاد اللون هذا، كتولي بهذا اللون. عند الذي طونت تقريبا بلون ذهبي. انا اخذ لكم بعض اللقطات باش تشوفوها عن قرب. اخوان نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونخليكم على خير. السلام عليكم. Look.